مساء الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وعافية ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. درت فيديو، انا كنت ديجا كنت نطلع في الكريمة شانتي مع الحليب، وطلعتها بالفويي، ما استعملتش الدراب الكهربائي كما راكم تشوفوا. حبيت نوري للاخوات يعني تقدري اللي مش اللي ما عندهاش الدراب الكهربائي او والله عنده عطب يعني سد لها، والله يعني ما تهبيش، وحبيتي ديري كيكه والله يعني طلعيه بيدك نورمال. طلعته انا، كنت هذا وين ديجا نطلع فيه، وليت بغيت نصوره لكم يعني ما كنتش ناويه، يعني ما كنتش ناوية حصوركم والشكل تاعو. راح يطلع يعني كأنه طلعته بالباتور. يعني ما تتردديش، حبيتي ديري كيكة والله يطلع عادي. انا عاده نطلعه في الباتور، جربت بيدي، قلت نطلعه بيدي. دوكا نكمل نطلعها معاكم انتم تشوفوا. بطبيعة الحال اللي عندها باتور اللي تدير بيدها، ما تديرش بيدها، دير الباتور احسن، هكذا تتعب بزاف. مي بصح احنا قلنا اللي ما عندهاش والله عنده مشكل باتور تاعها ما مشالهاش، والله دير الباتور. انا سييت بيدي لقيتو مقبول. وهذه هي دوكا الكريمة شانتي، يعني تقدري ديري بيها الكيكة تاعك. انا درت كيكة هكذا وحبيت ندير لها الكريمة شانتي هكذا، يعني ما تخافيش اللي ما عندهاش باتور، والله كما قلنا تقدر تسيب يدها وتنجح لها وما تهابش منها، ما تقولش انا ما عنديش والله وتكسر لي والله. يعني ما نديرش هاد الحاجة، ما نديرش الكريمة شانتي، تطرح عليها والله. وهذه هي حبيت نوري لكم باللي تقدري ديريها بيدك الكريمة شانتي تاعك. وهذه هي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انا في كل مره نقول السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ونولي نحكي معاكم. ما تنساوش اللي يشوف الفيديو يدعمني باللايك والاشتراك، الله يستركم الله يحفظكم. والله حابه محتاجه تشجيع، يعني تحسي روحي مش عارفه حتى الهضره هكا في الفيديوهات تروح لي، تحسي روحي هكا حابة تكون عندي ثقة في نفسي هكا، وانتم اللي تعطيوها لي هذا الثقة، يعني تعاونوني باش تكون عندي ثقة يعني اني نكمل في القناة، يعني هكذا ومن
ان شاء الله تفهموني، ولا حبيتوا تدعموني الله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.